تسعى كل فتاة في الحصول على شعر صحي ولامع وكثيف بشتى الطرق، لذلك تسعى جاهدة في تجربة الكثير من منتجات العناية بالشعر من شامبو وشعر وكريمات الفرد، ولا شك أنها تحتوي على مواد كيماوية قد تضر بصحة الشعر وتجعله عرضة للضعف والتساقط. فالحصول على شعر طويل وصحي ليس بالأمر السهل، بل يتطلب المزيد من الصبر والعناء. ولأن الهنود دوما ما يتميزون بالشعر الناعم الصحي، نقدم لكم وصفة هندية من أفضل الوصفات لتطويل الشعر والحصول على شعر طويل وكثيف وفي ذات الوقت شعر صحي ولامع. المكونات: زيت السمسم والأرز. هذه وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة، ولتطبيق هذه الوصفة اتبع الخطوات التالية: ضع كوبا من زيت السمسم في إناء وضعيه على نار الغاز الهادئة حتى يسخن، أضيفي إليه ملعقة من حبات الأرز واتركيها في الزيت حتى تطفو على السطح، أبعد الإناء عن الغاز واتركيه جانبا حتى يبرد، صفي الزيت وضعيه في زجاجة، ضع الزيت على كامل شعرك من الجذور وحتى الأطراف، اتركي المزيج على شعرك لمدة ساعتين كاملتين ثم اغسليه جيدا باستخدام ماء دافئ. استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ولاحظ الفرق بمقدار شبر في شهر.